كيف تشكل الفقه الحالي انه بعدوا عن المصحف. المسيحية متمركزة حول شخص المسيح، شخص المسيح هو مركز الديانة المسيحية، ثم الحواريين. والإنجيل فيه قال يسوع قال الرب، هيك الإنجيل عنا. كيف الديانة المسيحية متمركزة حول شخص المسيح، حولوها عندنا، وهذا تأثيره تمركزت الدين الإسلامي حول شخص محمد وليس حول المصحف. شيء مرعب هذا الخطأ الكبير، إنه المصحف صار بس للقراءة. تمركز الدين الإسلامي حول شخص الرسول والصحابة، تمركز، كان صار مركزي، والمصحف مو مركزي. ولهسبب المصحف كل درست المصحف لقيت فيه قوانين مو موجودة أصلا بالفقه أصلا. يعني مثلا بالإرث المصحف سوا بين الذكر والأنثى، بالإرث سوا بيناتهم، بالفقه لا، لأنه حطوا شخص الرسول، شخص الرسول والصحابة هو مركز الدين، وبالتالي كل شيء سوا الرسول والصحابة تحول إلى لاتين وجمد عند ذلك، وتشكل العقل العربي القياسي. العقل القياسي بحاجة إلى نسخة أصلية دائما لا يبدع.